ثم البركان نتاع ايطاليا وثم البركان كولومبو اللي هو موجود في الشرق في في في, في منطقه بين الشام وبين جزر كريت. هذا ايضا تحرك في الشهر الماضي وما ريناهش ما عطاش معناتها ملموسه، لكن المراصد بينت ان هذا البركان عندما اشتغل شيئا فشيئا زاد في ارتفاع درجه الحراره نتاع الماء وزاد في انبعاثات غازات اخرى التي تؤدي كيف تكون هذه الغازات ما نعرفش كون نحللها. وبالتالي هناك ايضا عناصر اخرى يجب ان ناخذ بها الاعتبار في هذا، منها معناتها التيارات البحريه، التيارات البحر المتوسط، التيارات المائيه في البحر المتوسط، وحجم الموجه اصبح كبير جدا نسبيا. هكا علاش كثروا عندنا في الشواطئ التونسيه والشواطئ الاسبانيه والشواطئ اليونانيه الناس اللي تمشي وتغرق في البحر رغم اللي هو في على الشواطئ. اذا هذه كلها مخاطر تتاتى من ارتفاع الحراره وخاصه من هذه الحركات البركانيه، والحركه البركانيه هذه بالطبع مش تعطينا غازات فقط والتصوير، لكن هي ايضا تعطينا مؤشرات على ان القشرة الأرضية غير مستقرة وأن الزلازل مرشحة أو الرجات الأرضية مقول الزلازل الرجات الأرضية مرشحة أن تستمر وربما تتكثف في المستقبل في المنطقة المتوسطية. سعادة كنت تحكي على أنه البراكين هذية في اليونان في إسبانيا في خلت وأنه الشواطئ بيدت ولي ما هيش آمنة به هاو زادة فما صحيح. أو فما زاد شكون كتب على أنه في تونس أيضا البركان اللي صار في إيطاليا واللي هو يبعد معناه تقريبا 146 كيلومتر على شط الهوارية تقريبا، يقولوا أنه زاد باش يخلي حالة الشطوط في تونس تكون زاد ماهيش آمنة، وفما حتى شكون كتب على أنه ممكن تصير تسونامي على الشريط هذايا معناها الساحلي هذا معناه تونس إيطاليا غيره. ما مدى صحة اللي تكتب؟ ما مدى صحة اللي تكتب؟ مشكلة أنا تقريبا القضية هذه درسناها في الماضي بصفة كبيرة جدا مع الرصد الجوي. التسونامي صعب جدا في المتوسط لأن المتوسط هو تعرف بحر موجود على كل بحيرة هي تمتد شرقا وغربا ما تتبداش شمالا وجنوبا. ثانيا ما ثماش كمية متاع ماء كبيرة جدا باش تعطيك هذه الأمواج العاتية الكبيرة اللي توصل حتى 100 متر. احنا أكبر موج وقع بعد الزلازل في بعض المناطق المتوسطية أعطانا تقريبا موج طلع زوج متر حلو الموجة زوج متر الموجة البحر زوج متر هذا ما يعطيكش السونامي مش كيفاش لأن حجم الماء في المتوسط مش حجم كبير باش يعطيك سونامي، لكن ربما يعطينا سونامي بسيط جدا صغير. لك علاش احنا تو عندنا حاجة تشبه السونامي هو أن التيارات البحرية قوية ولات صحيح. السادة المصطفين يعرفوا اللي عام وآمس وغلامس وغلامسين يعرفوا أن في الشواطئ التونسية يهبط البحر يبقى البحر يجبدوا الداخل يجبدوا يشدوا روحهم مياه. تو منذ يومين في جهة النابل والحمامات توفى راجل مسكين منع مرأة وصغارها باش ما يتركبش الموجة. يا أخي هو بعد ما دخلهم خرجهم منحهم جبدوا الماء التيار جبدوا وماتوا توفى وزادت الحمامات وخرجته. ما لازم نعرفوا معناه سي عادل ما لازم نعرفوا لسنين راهي حالة البحر مش كما العام اللي فاتت وراه ماذا بينا كي نردوا بالنا أكثر وأكثر. يعطيك الصح هذا المساج نحب نوصل له بعدا هذه الرسالة نحب نوصلها يا يعني ناس تمشوا للبحر رد بالكم الشمس ورد بالكم من التيارات ولو يبدا الماء كان ساكن لكنه راهو ثم تيار تحت الارض تحت الماء في عمق البحر يدز للداخل. يعني البركان اللي صار مؤخرا واللي هو قريب لنا برشا في ايطاليا اثر على حاله البحر نتاعنا زاد بالضبط دكتور اي ضبط بصفه مباشره جدا مش هكا لا مباشره يعني معناها اليوم نحكيو على بلعات نحكيو على تكون تمشي على حافه البحر اوب تغرق يجبدك الماء يدخلك الماء داخل اكثر من لازم فنردوا بالك علميا ندرس احنا هذه الظاهره ومدروسه هذه الظاهره هذه في بعض المناطق مش في المتوسط تو نجم نجدوها المتوسط وان عندما البحر الماء نتاعو يسخن يولي التيار ما من فوق لوطا ما تولي عندك انت الماء اللي هو فوق خفيف والماء اللي هو بارد يهبط لوطا عمليه هبطان الماء العمق هيك يعطيك تيار وتجيك الموجه قويه ياسر من فوق تيار يجبد في القاع وتيار يدخلك لداخل البحر هيك اللي يخليك الناس على غفله تغرق ولا هو يكون سباح كبير لكنه في هيك الموجه هيك الكبيره اللي طولها متر ومتر ونص
عمره ويشرب الملح ويفقد الوعي ويقضى عليه. إذا هذه الوضعيات كيفاش كانت معروف. حتى الدور ارتفاع الحرارة نتاع البحر عنده دور كبير في تنشيط هذه التيارات التي تعتبر خطيرة بالنسبة للناس اللي هما يصطافوا على الشاطئ، ولو يظهر الشاطئ أنه شاطئ سليم وليس فيه تيارات كبرى.